بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. ازاي نقدر نعتمد على ربنا؟ فده هيبقى الثيم يعني اللي احنا بنركز فيه. فبنسمع النهارده ازاي المسيح يقول لهم وبيقول لنا انتوا ما ينفعش تفضلوا زي ما انتوا، انتوا لازم تتغيروا ولازم تبقوا فعلا معتمدين عليا. وسمعنا نفس الحاجة في الإنجيل الأسبوع اللي فات، عشان أما أرسل السبعين قال لهم ياخدوا حاجة معهم؟ لا، قال لهم ما تاخدوش أي حاجة زيادة، عشان أنا اللي هاخد بالي منكم. المسيح مش ضد إن احنا يبقى معانا حاجة، بس المشكلة ما احنا بيبقى معانا بنعمل ايه؟ بنعتمد على نفسنا وبنقول انا مش محتاج حد، انا اللي فاهم. فحتى لو كنا مركزين النهاردة في اخر الانجيل بتاع النهاردة، المسيح قال لهم ايه؟ لو كان في اي حاجة في حياتك بتخليك تقع في الخطية، حتى لو الحاجة دي عيونك نفسها، عينك نفسها، تعمل ايه؟ شيلها. احسن ان انت تخش الحياة الابدية وانت اعمى، بس ان انت تخش الحياة الابدية. طب ايه الفهم من ده؟ ايه الفهم يعني الارثوذكسي في النقطة دي؟ ان احنا نأذي جسمنا؟ لا طبعا، احنا مش بنأذي جسمنا، بس ان احنا نحط كلمة ربنا فوق فهمنا. ان انا احط كلمة ربنا، ان انا احط وصايا ربنا فوق ارادتي انا، فوق الشيء اللي بيجيب لي المتعة، فوق متعتي. مش احنا دايما يعني اي حد بالذات الشباب بنقول لهم يعني اتعلموا ازاي يبقى عندكم priorities، يعني لازم الأولويات تبقى واضحة في حياتنا، صح؟ المسيح النهاردة بيقول لنا نفس الحاجة. ليه؟ عشان في آخر الجملة إن لم ترجعوا وتصيرون زي الولاد الصغار، قال لهم إيه؟ مش هتخشوا ملكوت السماوات. ففي سؤال مهم أنا لازم أسأله لنفسي، والسؤال ده مش هسأله النهاردة، يعني لازم نسأله لنفسنا دايما. هو أنا هدفي بجد أن أنا أخش ملكوت السماء؟ أنا هدفي بجد في حياتي أن أنا أخش ملكوت السماوات؟ لو هو ده هدفي بجد، يبقى هخلي بالي أن مفيش حاجة توقف قدامي. وأكتر حاجة دايما بتقف قدامنا هي إيه؟ نفسنا، ذاتنا. عشان ذاتنا الحاجة الوحيدة، ذاتنا الحاجة الوحيدة اللي بتخلينا نعمل أي إكسكيوز في العالم ومحدش يقدر يقول لنا حاجة. عشان بقول لأ، هي حياتي وأنا هعيش إيه بطريقة اللي أنا عايزها، محدش له دعوة بيا. حتى لو مش بنقولها من بره، بنقولها من جوه. سو بنحط طريقنا احنا، بنحط ارادتنا احنا فوق طريقة المسيح، فوق وصايا المسيح. بس بنشوف في الانجيل النهارده ان الرسل ما كانوش بيعملوا كده، ان هم فعلا اتغيروا، وان هم فعلا رجعوا زي الولاد الصغيرين اللي حاسين مهما كان بيغلطوا ان انا محتاج حد. عشان الطفل مهما حصل هيقدر يعني لو طفل صغير هيقدر يعمل لنفسه اكل، هيقدر يصرف على نفسه، هيقدر اكيد لا، فبيبقى في اعتماد. والاعتماد ده حاجة بتحمينا روحيا،
عشان كده دايما بنقول زي ما سمعنا في الإنجيل النهاردة أن التواضع هو أكتر حاجة بتحمي الإنسان في حياته الروحية، عشان مهما وصل بيقدر أن هو يقول أنا ما عملتش حاجة، ومهما وقع في الخطية برضو يقول إيه؟ أنا بنعمة ربنا أقدر أرجع بسهولة. يعني ذاته ما توقفهوش إن هو يتوب، وفي نفس الوقت ذاته ما توقفهوش إن هو يقع في الكبرياء، فبتخليه ماشي دايما في النص، حاسس إن هو ضعيف وحاسس إن هو ماشي بنعمة ربنا، بس نعمة ربنا بتقويه. فنشوف الحكاية دي، وأكيد كلكم عارفين الكتاب بتاع الأنبا أثناسيوس اللي هو حياة الأنبا أنطونيوس. الأنبا أثناسيوس وهو بيكتب عن الأنبا أنطونيوس بيكتب على إزاي هو كان بيحارب الشيطان، ويقول الشيطان كان يجيله ويقول له أنت لسه صغير، يقول له الحياة الأبدية خلاص، ويظهر له عشان يقع في خطايا كتير، والأنبا أنطونيوس يفتكر إن هو في يوم من الأيام هيقف قدام ربنا. فالأنبا أثناسيوس يكتب عنه إن هو كان زي واحد مكسوف فيجري من الشيطان، يعني مكسوف إن هو يقع في الخطية فيهرب، مش يقول أنا مفيش حد شايفني، أنا مفيش حد، لا، كان الخوف، كان خوف ربنا فعلا في قلبه. فيكتب عنه ويقول عن الشيطان، يعني بيقول الأنبا أثناسيوس بيقول عن الشيطان، بيقول اللي كان عايز يتشبه بربنا دلوقتي شاب صغير بيبهدله، اللي كان عايز يبقى زي ربنا الشيطان دلوقتي شاب صغير قوي بيبهدله وبيكسفه. ويكمل ويقول عشان اللي كان شغال مع الأنبا أنطونيوس هو اللي جه وتجسد عنا، فكل واحد يقدر يمشي في طريق أنطونيوس. ده الأنبا أثناسيوس بيكتب، يقول فكل واحد يقدر يمشي في طريق الأنبا أنطونيوس هيقول معاه ليس أنا بل إيه؟ المسيح الذي يحيا فيه. الأنبا أنطونيوس يكسب ضد الشيطان إزاي؟ إن هو يفتكر ربنا، يحس بضعفه ويفتكر ربنا. الرسل لما يتهانوا قدام الناس كلها ويضربوهم ويعني يكسفوهم، يعملوا إيه؟ يسيبوا المجمع اللي هم اتضربوا فيه. وسفر الرسل يقول لنا ان سفر الاعمال الرسل يقول لنا ان هم مشوا فرحانين، حسوا ان هم يعني عملوا حاجه لربنا. ليه؟ عشان بس عملوا حاجه ازاي؟ بالتضاع. وهو ده المنهج اللي احنا بنمشي عليه في الكنيسه الارثوذكسيه، ان احنا مش بنعتمد على نفسنا ولا بنعتمد على ذكائنا. مش معناها ان احنا مش بنشتغل، لا بنشتغل، بس مش بنعتمد على نفسنا. وهنسمع نفس الحاجة الاسبوع اللي جاي في معجزة الخمس خبزات والسمكتين، ان هم هيسمعوا كلام المسيح، ان هم يقعدوا الجمع يعني في جروبس. بس مع ان الموضوع ما يتفهمش، المفروض يقول لهم لا خلاص كل واحد يروح ما عندناش اكل، بس يسمعوا كلام ويفهموا ان المسيح هو اللي بيشتغل مش هم. ولو احنا فهمنا النقطه الصغيره دي قوي، قد ايه احنا هنستريح، واللي قدام واللي حوالينا كلنا هيستفيدوا. نختم بحاجة صغيرة من الأنبا مكاريوس
الكبير بيقول النفس اللي بتحب ربنا والمسيح بجد حتى لو عملت عشرات الآلاف من الأعمال الخيرية بتحس إن هي ما عملتش أي حاجة خالص. ومش بس إن هي ما بتحسش إن هي عملت حاجة، بس بتبقى عندها إحساس إن أنا لازم دايماً أعمل. عشان ساعات نقول آه لا أنا ما عملتش حاجة بس مبطل عمل الخير، ده معناه إن في حاجة اتطفت جوانا. بس بيقول مش بس إن الواحد بيحس إن هو ما عملش حاجة، بس بيقول كده وهو بيعمل كتير، عشان هو جواه مصدق إن نعمة ربنا هي اللي شغالة. ربنا يدينا إن احنا فعلا نرجع زي الأطفال الصغيرين اللي بيعتمدوا على ربنا وحاسين على اعتمادهم بربنا. لإلهنا المجد الآن وإلى الأبد، آمين.